جوني بزاف ديال الميساجات عافاك اختي بشرى، بغينا شي كريم ديال التجاعيد. اليوم اختي جبت لك كريمه اللي غترطب لك الوجه ديالك، غتصفي لك الوجه ديالك، وغادي تحيد لك حتى التجاعيد. حاطه لكم اختي لي مارك ديال نيفيا في 4 ديال السيمانات اختي، غادي تبان لك النتيجه. حاطه لكم موديلات واعرين وكلهم اختي بروموسيون هاد السيمانه، هما 4 ديال الفرماجات ديال لافاشكيري. لافاشكيري دوك المثلثات كنضيفهم وكنطحن كلشي البنات. اول مره يلمس كيديروا لكم هاد التخفيضات الخياليه في ليدل لعشاق كارتي نوار. شوفوا يا البنات الباك كيجيو فيه جوج ديال لي باك يا البنات، ديري له ناقص 68%، 68% غيبقى لكم غير اورو 49. باك البنات فيه جوج البنات، جوج ديال الشاسيات 96 البنات، شاسيه ديال كارتي نوار غتبقى لكم باورو 49. كيجوني بزاف ديال الاسئله على هاد الكاليتا ديال هاد الطورطيه ديال ليدل ديال الشاورما اختي. كيقول لك اختي بشرى واش حلال ولا ماشي حلال؟ اليوم اختي غادي نشرح لكم وغادي تعرفوا اختي دابا واش حلال ولا ماشي حلال. كنت بارطاجيتهم معكم ب 10 اورو يا البنات هاد الكسيوات هادو. اليوم البنات كنتصدم في ليدل داير لهم غير 4 اورو 86، 4 اورو يا البنات 86، كسيوات كيجيو طوال فنين يا البنات، غيبقاو لكم غير ب 4 اورو 86. ريحتو غزاله 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 يا البنات والله القسم، عرفتي وتجربوا وتترحموا لي الوالدين عليه. هذا جلدوش اختي فاش كدوشي اللحم ديالك كتبقى فيه الريحه ديال الحلوه يا البنات، ريحه غزاله غزاله. عرفتوا اليوم اختي درنا له ناقص 21%، جربيها اختي ورحمي لي الوالدين عليه. اول مره كنلقى هذا الموديل يا البنات، شوفي لي الطبيات اللي جايبين لكم، عرفتوا فنين فنين طبيات اختي ديال الدوش هذو اختي، راه ما كيزلقوا من حتى شي حاجه. اول مره يا البنات كنلقى هذا الموديل، هذا الشكل ديالها غزاله عجبني يا البنات، تحمقني يا البنات. هاد القهوه هي باش كنفطر يا البنات كل صباح، حاطينها لكم اختي اليوم في ليدل ناقص 60%، غتبقى لكم البنات غير بجوج الاورو 9 سنتيم نيسكافي يا البنات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ خاتكم بشرى جايه اخواتي مصبحه على ليدل. ليدل البنات ديال لوزان كيعجبني كبير ما شاء الله، كنلقى فيه ميزات واعرين. يلا اختي خليكم معايا ونبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا. عرفتوا يا البنات ما شاء الله ما شاء الله ليدل دير لكم بزاف يا البنات ديال التخفيضات، بزاف بزاف ما شاء الله، كلهم غنبارطاجيو معكم في هذا الفيديو هذا. اول حاجه بغيت نبدا لكم بالقهوه البنات، دائما كناخذها من ليدل، هذه هي باش كنفطر الصباح، كتعجبني يا البنات ما نكذبش عليكم، كنديرها مع الحليب البنات، كل صباح كنفطر بها. خديتها المره اللي فاتت كانت ناقص 60%، ها هما البنات ثاني داروا فيها ناقص 60%، راه كتبقى لكم الثانيه البنات غير بجوج الاورو 9 سنتيم. الاولى كتاخذها ب 5 اورو 29، والثانيه جوج الاورو 9 سنتيم، يعني الثانيه دوزيام كتبقى لك ناقص 60%. حاطه لكم هذه القهوه هذه اختي ديال كارتي نوار، هذه البنات راه كارتي نوار كيجيو فيها جوج ديال الشاسيات هذه البنات، جوج ديال لي باك، هنا كاين 48 وهنا 48 البنات، يعني جوج. الاول كتاخذ البنات ب 4 اورو 79، والثاني كيبقى لك غير اورو 49، يعني هذا بجوج كتاخذيه اختي في 96 شاسيه ب 4 اورو 79، والثاني كيبقى لك باورو 49، فهمتوا؟ يعني ما شاء الله راه ثمن زوين الاخوات، ناقص 68%، 68 البنات. عشتي دايرين لكم تخفيضات يا البنات فلاك خيم، ما شاء الله ما شاء الله يا البنات بزاف ديال التخفيضات ان شاء الله غنبارطاجيو معكم. اول حاجه غنبدا لكم بهذا الكريم هذا يا البنات، هذا الكريم هذا زوين، هذا كريم دو جوغ هيدراتاسيون ديال لابو 24 ساعه على 24 ساعه، هذا يقدروا يستعملوه حتى الاخوات في العشرينات البنات، يعني هذا في العشرينات يقدروا يستعملوه الاخوات، فيه الاحمر وفيه الزرق. ما لقيتش البنات الاحمر، الاحمر لي لابو ديالها سنسيبل، وهذا الزرق هذا لي لابو ديالها نورمال البنات، لي لابو ديالها نورمال يا اخي. شايفين مكتوبه فيه فيتامين او، واحسن حاجه كتعجبني فيه كيجي فيه البنات ايكرو ديال الشمس، هي 15 ايكرو ديال الشمس، وكيجيو جوج البنات، يعني جوج ديال الكريمات. شوفي كانوا دايرين 6 اورو 99، دير لهم ناقص 30%، غيبقاو لكم 4 اورو 79، كيبقاو البنات لا مارك ديال نيفيا، دايرين لا اوفر سبيسيال الا كنتو انتريسي البنات. دايرين حتى هاد الكريم هادي اللي كنا عارفينها، حتى هي كتبقى لا مارك ديال نيفيا، فيها اختي ديال الليل وفيها ديال النهار. باردون هادي البنات ديال التجاعيد، نقول لكم العمر حيت دي فوا كيكتبو دي فوا ما كيكتبوش، هادي انا كنقول لكم كنصح بها الاخوات هادي من الثلاثينات، يعني من الثلاثينات للفوق.
فهمتوا الاخوات، كننصحكم بهذا الكريم هادي ديال التجاعيد. دوك التجاعيد كيبداو يبداو ويخرجوا وسميتو كتدخلهم البنات، هادي ديال التجاعيد. قال لك في 4 ديال السيمانات كتبين لكم النتيجه يا البنات، شفتوا 4 ديال السيمانات كتبان لكم النتيجه. كتبقى اختي لا مارك ديال نيفيا فيها 15 البنات ايكرو ديال الشمس، حتى هذه فيها ايكرو ديال الشمس خصوصا 15 يعني مزيانه، خصوصا دابا ما كاين لا برد لا حتى شي حاجه. كيبقاو لكم جوج ديال لي بياس البنات. شوفوا كنت بارطاجيتو معكم غير مؤخرا ب 11 اورو 99 برومو، دابا عقبو نقصوا فيهم البنات، يعني ناقص 20% غيبقاو لكم ب 5 اورو 50، يعني بحال غتبقى لك ب 4 اورو 25 الوحده. فهمتوا البنات؟ والله يا خواتي لا ثمن زوين فيها ديال الليل وديال النهار. وحط لكم هذا الكريم هذه ديال نيفيا، هذه حتى هي ديال التجاعيد البنات، غير بالحق هذه فيها الاحمر. هذه كاينه ديال 55 عام، كاينه ديال 45 عام، وكاينه تقريبا حتى ديال 35 عام. المهم دابا كاينه عادي ديال 45 و 55 45 تشوف فيها 35 55 تقريبا بس فيها 44 و 55. بالنسبه ل 44 كيف كنقول لكم دائما انا كننصح بها من 40 عام، بحال دابا ديال 50 45 عام تستعملي اختي من 40 عام، هذه ديال 55 عام تستعملي اختي من 50 عام، فهمتي؟ يعني بحال دابا 55 عام ما كننصحكش اختي تاخذي هذه، كننصحك تاخذي هذه. يعني كل كريمه البنات والعمر ديالها، كنتمنى غير تركزوا مزيان وما تدوخوش، فهمتوا البنات؟ هذه كننصح بها الاخوات في الثلاثينات، ها هي ديال 40 وها هي ديال 50، فهمتوا البنات؟ نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. حتى هذه البنات راه كتبقى لكم بثمن زوين، لا مارك ديال نيفيا 4 اورو 79، يعني فريمون ثمن زوين لا مارك ديال نيفيا. كلهم هاد لي مارك اللي حاطين لكم اليوم البنات في ليدل كتبقى لا مارك ديال نيفيا. شوفوا يا البنات شنو لقيت السلعه اختي ديال اكسيو اليوم اختي في ليدل، حاط لكم هاد لي بونج هادو كنبارطاجي معكم دائما البنات في اكسيو، اليوم اختي كنلقاهم في ليدل زوينين. هادو كنصح بهم الاخوات اللي كيكتبوا لهم ولادهم في الحيط، زوينين هادو اختي. عندك شي باسكت هكا بيضه مسخه كيديروا لك لي باسكت ديري بهم الطوموبيل ديالك، الكراسه، الثلاجه، البيبان، فين ما كانت شي طبعه البنات كيحيدوها. زوينين هادو راه اختي ايبونج ماجيكا يا اختي، والله الا كاتبينها ايبونج ماجيكا البنات. هادي كيجيو فيها 4 ديال البونجات، 4 البنات، راه ما كتزيد عليهم لا برودوي لا حتى شي حاجه، راه غير كتفزقيهم بالماء كتكز. الا لقيت واحد الفيديو والله البنات نخليه لكم، الا لقيتو كتفزقيهم اختي بالماء ياك اختي وكتحيدي بهم الطبايع، والله الا البنات الا زوين بالنسبه للحيط ولا بالنسبه للباب ولا الثلاجه. ها هو اختي حاطينه لكم الاخوات اللي ما لقاوهمش في اكسيو، ها هما محطوطين لكم هنايا في ليدل، وكتبقى ماركه زوينه البنات. دير لهم اورو 65. واحد الاخت خلات لي ميساج قالت لي عافاك اختي بشرى بارطاجي معنا الكاليت هادو ديال الشاورما اللي حاطين في ليدل. قالت لي اختي راه كنبغي ناخذها وما كنعرفهاش واش حلال ولا حرام، عافاك اختي الا ما شرحي لينا. ها هي اختي لقيتهم حاطينها اليوم البنات، هادي اختي راها حلال، هاد الكاليت اللي حاطه لكم في ليدل البنات ما فيها حتى شي حاجه يا البنات، هادي حلال، خذي اختي بعينك مغمضين. انا غادي نوريك قولي بشرى واش عرفتيها. البنات فاش كتلقاو في شي برودوي اي برودوي لقيتوه كتلقاو فيه هاد فيغان، هادي هاد فيغان هادي شنو اختي كتعني؟ هادي فيغان كتعني بانه ما فيهش حتى شي ماده حيوانيه، فهمتوا؟ يعني ما فيه حتى شي حاجه حيوانيه اختي، فهمتوا البنات؟ يعني ما في ما عندك مناش تخافي اختي. هاد الكاليت هادي راه حلال البنات، فيها 12 بياسه، 12 هادي اختي راه دوبل اكس ال. ديما فاش كيكونوا دايرين دوبل اكس ال كتكون فيها دائما زايدين فيها تقدر، بحال دابا يكونوا زايدين فيها جات كغاتوي. هادي اختي تغطيه زوينه كتعجبني انا، دائما كناخذها البنات كناخذها من هنا ولا من عند التواركه ولا فين ما كانت اختي بروموسيون، كتجي زوينه في لي ساندويتش ولا كديريها حتى مع كفته البنات. كتبغي ديريها هكا ساندويتش في المقله كتشحري هكا كفته ولا سميتو. البنات شنو كنديرو في الاخر كندير هاد الكاليس كومسا وكنعقب نقلب وكتجي الكفته الفوق، فهمتوا البنات؟ يعني وكتصايبي ساندويتش على هاد عرفتي راه كتجي بنينه يا البنات، والله شي خطره ندير لكم هاد الطريقه هادي، كتجي بنينه كتجي بحال الشكل ديال شاورما بحال، كتجي زوينه وسهله بحال عيب. هاد لي كاليت هادو كتقدر دير بهم حتى بيتزا، تقدر دير بهم حتى شاورما. كاين بزاف البنات ديال الوصفات دخلوا غير انترنت، دخلوا غير يوتيوب غتلقاو بزاف البنات ديال الوصفات. نقول لكم الثمن الثمن هو اللي سمحوا لي فيه، والله يا البنات ما حاطين الثمن، ما غاليش البنات، غتكون غير شي جوج الاورو شي حاجه، والله ما حاطين الثمن. بغيت نبارطاجي معكم يا البنات واحد الجلدوش كيحمقني كيحمقني يا البنات، فيه واحد الريحه غزاله 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 يا البنات، هو هاد الجلدوش هذا. عرفتوا راه ما كنلقاهش دائما يا البنات، اليوم اختي تصدمت لقيتو حاطينه بكونتيتي كثيره ما شاء الله البنات. هذا ديال ديك الصوفه اللي كياكلوا الوليدات، ديك الصوفه اللي كتكون ديال السكر فيه واحد الريحه غزاله غزاله، والله يا البنات الا نفس الريحه عرفتي الا شميتيه غير جي اختي
ما شاء الله. والله يا اختي غير جي شميه ورحمي لي الوالدين، على انا راه دائما كناخذوها البنات. عرفتوا حتى وليداتي كتقول لي ماما دوشي لي به، كاين هذا وكاين ديال لي بونبون حتى هو زوين، ولكن هذا النمره واحد ما تاخذوش، هذاك ديال الكوكيز هذاك ما زوينش، انا جربته البنات ما زوينش، ولكن هذا والله الاخوات وليداتكم تيعجبهم تدوش بهذا بعد جلدو هذا. عرفتوا الريحه ديالو غزاله غزاله غزاله. لقيتهم اليوم دايرين له بروموسيون البنات، ناقص 21% من 2 الاورو 2 سنتيم، غيبقى لكم اورو 58. عطا لكم البنات الليله نجيت ديال الوليدات، شوف راه كتجي فيهم البنات 80 بياسه. هاد الليله نجيت هادو كيبقاو ماركه، يعني هادو زوينين هكا ديال الوليدات، كاين فيهم هاد الخضر هادو كاين الزرق البنات، ديرهم ناقص 60%، يعني الاولى الثمن ديالها العادي اورو 29، والثانيه غتبقى لكم البنات غير ب 51 سنتيم. هكا اللي كيستعمل هكا الليله نجيت زوينه، خصوصا هكا كتكوني خارجه مع الوليدات، ولا ضروري تكون عندك هكا وحده في الصاك، فهمتوا البنات؟ هادي كتمسحي لي بيبي بيهم الوليدات صغار وكبار، زوينين زوينين هادو، راه دير لهم ناقص 60%. دير لكم البنات ناقص 68%، هذا ديال اوموال البنات، نو لا مارك ديال اوموال البنات، هذا لا هذا ديال اوموال البنات، كاين فيه هذا الورد هذا وكاين فيه هذا الورد هذا، كتجي فيه 63 تصبينه البنات، 63 تصبينه. دير لهم البنات شوفوا لي ناقص 68%، يعني الاول ديال 12 اورو 89 والثاني كيبقى لكم ب 4 اورو 9 سنتيم البنات، لا مارك ديال اومو 4 كيبقى ب 4 اورو 9 سنتيم الدوزيام. البنات شكون اللي جرب هذا الخرز هذا؟ شكون اللي عمرو جربه هذا البنات؟ كيجي واحد الخرز خصوصا هذا اللي منسم بالثومه البنات، هذا اللي منسم بالثومه، كاين هذا الموديل هذا فهمتوا البنات، هذا ما كيجيش منسم بالثومه، هذا تم ديالو اورو 19 فيها جوج البنات، هذا اللي منسم بالثومه كديري بحال دابا هكا لا سوب، ولا ديري سوب ديال الخضره ولا ديال القرعه ولا اي سوب درتي اختي فهمتوا البنات، وكديري هكا هادو كتحمري واحد شويه في المقله ياك اختي، كتحمري مشي في شويه ديال الزيت وهكا في المقله، وكتحطي واحد الشيو كتحطيه هكا من فوق الزلافه ديال لاصوب. والله يا البنات عرفتوا راه كيجيو بنان، وفاش كتهزي هكا لاصوب كتاكلي كتهزي هكا معها هاد الخبز الطريفات هادو ديال الخبز، والله الا كيجيو بنان يا البنات. ها هما اختي حاطينهم لكم اليوم في ليدل، كيجيو جوج ديال الشاسيات دير لهم اورو 19. البنات غنبارطاجي معكم واحد الكريم، والله البنات كتجي بحال هذا الشكل هذا، زوينه هكا ديروها لوليداتكم والله البنات الا فنيونه. هذه اختي ديال القرعه الحمراء، تقدري الطريقه اللي غنقول لك ديريها حتى بالقرعه حمراء، انا كنديرها بالقرعه خضراء البنات، كتجي زوينه بحال هذا الشكل هذا يا البنات. كنشد اختي جوج قرعات وكنشد البنات بطاطا وبصله، كنغسلهم نقيهم البنات وكنشحرهم هكا في الطنجره مع الزيت البلديه، ضروري الزيت البلديه ما ديريش ليها زيت لوسيور، الزيت البلديه طاردو، وكتزيدي على شي ديال الملحه، المهم كتشحريهم مزيان حتى كيتشحروا، من بعد كتضيفي الماء القياس ماشي تكثري داكشي يجي تاني، كتخليهم حتى كيطيبوا مزيان، تقدري تزيدي عليهم شويه ديال البزار تقدري، فهمتوا البنات؟ انا تعلمتها في الصبليون، يعني الصبليون كيديروا غير الملحه ما كيديروا لا راك عرفتي ما عندهمش لي زيبيس مع لي زيبيس، المهم زوينه ديالي صافي، وكطحني كلشي حتى كيبان لك داكشي طاب مزيان، وكتلقاي الماء يعني هذاك هو القد، كطحنيهم مع اربعه ديال الفرماجات ديال لافاشكيري، لافاشكيري دوك المثلثات كنضيفهم وكنطحن كلشي البنات ياك البنات. دابا فاش كنبغي نحطهم بحال هكا في طبيصلات هكا في دي بلاطو دوك البلاطو الغارقين ديال لاسوب، كنكون سالقه واحد الجبيضات كنحك من الفوق البنات البيض، وكيجي من الفوق محكوم كيجي على مزوينات، وكديري حتى هذا، اما ديري البيض اما ديري هذا اما ديريهم بجوج، والله البنات الا كتجي بنينه وحتى الوليدات كتعجبهم. جربوا الطريقه وكتبوا لي في لي ميساج واش عجبتكم ولا لا. هيا البنات ما بقيت كنلقى البيتزا ديال مارغريتا، انتما يا البنات بارطاجيتها معكم وما بقيتو كتخليو لي حتى وحده، عرفتوا راه ما شاء الله كتجي زوينه وبنينه وفيها ثلاثه ديال البيتزا تاع البنات، قولي بوش راه باقا زايده فيك ما بقيتي تلقايها، كيجيو فيها ثلاثه ديال البيتزا تاع البنات، ثلاثه والله الا غزاله، كيجي فيها البنات غير مطيشه وكيجي فيها هكا فخوماج، انا دائما كنزيد كنعمرها البنات، كتزيدي على اي حاجه بغيتي البنات كتزيدي تعمريها كتجي بنينه، وثلاثه ديال البيتزات ب 6 اورو 69. شوفوا يا البنات التخفيضات يا البنات، شوفوا لي اختي هاد الكسيوات هادو لقيتهم البنات حاطينهم هنايا، وبانت لي هاد الكسيوه هادي ها انتوما يا البنات، شوف شحال غتبقى لكم ها ب 4 اورو 86. هادو البنات راه كانوا دايرين تقريبا شي 9.99 عقبو هبطوهم ل 6 اورو، ودابا اختي دير لهم غير 4 اورو 86 البنات، 4 اورو 86. عجبتني حاطه لكم حتى هادي ديال الطاسه، هادي ديال الطاسه ديال الطواليت عزكم الله، هادي كنت بارطاجيتها معكم ب 12 اورو 99، دير ليها انا فوغو 74.
البنات دايرين بزاف ديال التخفيضات، كتجيو تدوروا دائما كتلقاو هميزه تاع البنات هنا كيديروا ناقص هنايا. شوف هاد لاشوميز هادي راه بحال غادي السيمانه اللي فايته، كتلقاو هميزه واعرين على البنات خصي هذا راه غادي السيمانه اللي فايته. شوف البنات ها هو بروموسيون، كتلقاو هميزه واعرين. شوفي خصي الكسيوات ها هي كاينه حتى فهاد الخضيضر هذا، والله هي الماتيل غيبقاو ب 4.86 هادي راه كنتبارطاجيتها معكم انا ب 14 اورو يا البنات 2.99. حاط لكم بزاف كتجيو تقلبوا كتلقاو هميزات واعرين. شخصية التريكو هذا يعني على غيفاج ديال شي جوج سيمانات كلشي ليكيداسيون. شوفوا يا البنات هاد لي غوب هادو عرفتوا راه كانوا دايرين 9.99 دير لهم 4.49 كيجيو كسيوة طوال البنات، كاين فيهم هاد الموديل هذا وفيهم حتى النوار. ها هو البنات النوار ديالهم، والله البنات الا تصدمت غيبقاو لكم غير 4.49. اللي باقي يا البنات ما خداش هاد لي طاجيغات هادو يطير اختي ليدل عرفتوا، والله القسم الا فنين انا خديتهم وما ندمتش عليهم يا البنات. انا خديته في النوار راني بارطاجيته معكم، درته حدا الثلاجه، غير ان داك اللي خديت ما فيهش الرويضه البنات، ما فيهش لي غولو، هذا البنات فيه الرويض يعني هذا كيجي سهل. هذا خصك ديريه في الدوش طواليت عزكم الله، ديريه في كوزينه فين ما درتي. اي طاجيغ البنات بالحق بقى غير في البيض النوار طار ما شاء الله، كيجيو فيه ثلاثه ديال لي طاجات على هذا الشكل هذا، غيبقى لكم ب 8.99 8 اورو. والله البنات الا ثمن زوين. عرفتوا يا البنات شحال حمقتني هاد الطابيه ديال الدوش، عرفتوا ما عرفتش امتى جابوها، لقيتها محطوطه هي البنات عرفتوا زوينه زوينه، حمقني هاد الموديل يا البنات. دائما كنتسبر نبارطاجي معكم الازرق الصفار الكري، ولكن هاد الستيل هذا عمري ما شفتو يا البنات، والله الا فنيوني الاخوات ما عرفتش شنو هو الثمن ديالها. عرفتوا علاه زويناتها فن، هادي كديريها في الدوش ديرها ما كتزلق ما حتى شي حاجه يا البنات، وكتجي كبيره ما شاء الله، والله حتى عجبتني يا البنات، ولكن سمحوا لي ما عرفتش شنو هو الثمن ديالها. واحد الاخت كانت سولتني على فيرورو روشي، قالت لي اختي بشرى واش بروموسيون في ليدل البنات راه دير له ناقص 50%، يعني الاولى كتاخذيها ب 7.79 والثانيه كتبقى لكم ب 3.89، الدوزيام ناقص 50%. ها هو البنات راه بروموسيون اليوم في ليدل، حط لكم هذا الموديل هذا البنات، هذا ماشي بروموسيون، هذا دير له 8.99، هذه كانت بروموسيون السيمانه اللي فايته. هذه السيمانه هذه البنات ديري ليها بروموسيون هذا الموديل هذا، دائما كنقول لكم هذا الموديل عندكم تاخذوه، هذا راه ماشي حلال البنات، هذا الموديل هذا راه ماشي حلال، راه كاين الداخل ديالو كاين الكول، فاش كتعضيها هكا كتلقاي لها الكول داخل، هذه ماشي حلال. وياكم البنات تاخذوا هذه راه غيمشيو لكم فلوسكم غير هكا.